ها يا عم يوسف، ها حكاية نور البيان ده؟ لا ده نور البيان دوت كتاب المدرسة العربية، ده كتاب المدرسة المناجل. انت ايه؟ جمع كلب ايه؟ كلاب. جمع هرم. جمع هرم. هرم. هرمات. اهرامات معلش، اهرامات. جمع حمار. حمير. عكس طويل. قصير. عكس تخين. رفيع. جمع رفيع. جمع رفيع. رفاع. رفاع. روح وقف يا ابن الزفت اللي عمال ينعنع ده. رفيع عين الحمار. راجل الله طل اسمه محمد رمضان ده. قول. ايه؟ جمع تخين. رفيع. جمع تخين. جمع تخين. اتخان. اتخان. تخنانين يا تخان. انا ما اعرفش ادي جمع تخين. تخان. 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 اتخان بيقول لك اتخان. جمع سمين. سم. اسمنة. اسمنة ايه وسمن ايه وزفت ايه؟ زيت. بتخلعي بقى من الحوار ده وليه انت؟ انت لغة عربية. اخلعي بقى ما بزهقتيني. سمناء. سمناء. اسماء. اسماء. سمناء. امك اسمها حنفي. والله. ماشي. روح يا الهام. روح يا الهام لحالك يا الهام. روح ده العيال مستواها متدحضر. الواد ما بقاش عارف جمع كتب ايه. لا يا اخويا عارف وعارف. كتب قلت لك. قلت لي ايه؟ جمع كتب. ده جمع. ايوه صح. كتب. لكن مفردها. مفردها كتاب. صح. لا شاطر يا. لا شاطر. طيب جمع سكر ايه؟ اسكار. اسكار. اسكار الصبح والمساء يابا. سكرات. سكرات. ده انت اللي عسلات وسكرات. سكاكر. سكاكر. سكاكر يا ابن السكاكر. سكاكر. ما عشان انت جاهل لغه عربيه. انا ما اعرفهاش، عمري ما سمعتها من يوم ما اتولدت. انا فاكراها سكريات. سكريات. سكريات يا ولية. انت عامله رجيم يا جدعان. ارحموني يا الهام. والله العظيم كده غلط. يعني انت بتبوظي معلومات العيال وهم معلوماتهم اصلا بايظه. انا بعرف معاكم. قلت لا ايه في الكتاب دلوقتي؟ اه عشان ما تلخبطش في الصفحه. اه بتهرب من الكتاب. اهرب من الكتاب. قول لنا انت حاجه سهله. اقول لك حاجه سهله. فوازير ياض. جامع تليفون ايه؟ تليفون ايه؟ مفرد كمبيوترات ايه؟ ده مفرد. مفرد كمبيوترات. كمبيوتر. جمع كشاف. جمع كشافات. مفرد احواض. حوض. جمع ترابيزات. ترابيزه. ايه جمع انت قلت جمع ترابيزات؟ انت قلت. رد عليا وقول لي هي اصلا جمع. هي اصلا جمع. جاوب. جاوب. عشان جمع انت كده بتلخبطنا مش بتفهمنا. طب مفرد. طب مفرد كوبري. مفرد كوبري. ما هو اصلا مفرد. يا عم الذكي القور انت اسكت، مالكش دعوه انا بكلمه هو. جمع كوبري. كباري. كابوريات. كباري. كباري. جمع الكباري كابوريات. كباري. لا مفرد كوبري كمان. مفرد كوبري كباري. والله السيسي بيقول كباري. جمع كوبري كباري. يا عم انا عارف السيسي بيقول لك كباري كباري. احنا عايزين نعرف المفرد بتاعها ايه. مفرد كوبري. كوبري. طيب جمع مدينه. جمع مدينه. مدينات. لا مدن. مدينات. مدن. 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 انت على فكره انت مالك؟ يا عم اسكت. سمير كل واحد ليه مركز. بابا من دلوقتي انا انت تسالني سؤال. سمير اسالك انت سؤال وهو سؤال. ماشي. مفرد انابيب. انبوبه. جمع صناديق. ما هي اصلا جمع. مفرد صناديق. مفرد صناديق. لا اصلا مفرد دي. لا ده انت بتقول ايه؟ مفرد صناديق. صندوق. جمع خزنه. خزنات. غلط. خزن. ك
كده اول واحد يركن. مخازن. اول انا. اركن. خزنة مخازن. اول انا طيب. قولي. خزن. شاطرة. خزن. خزن صح. شاطرة وانا بقولك انت غلط شاطرة. ايوه خزن. انت اللي غلط. اعرف منها بقى. ادي عندك واحدة. خزن. يبقى كده يوسف هيتسأل اربع اسئلة ورا بعض. اخش جوه عشان ما تقوليش بتقوليله. خلاص بقى. ما انت اللي بتيجي تقولي اهو. كنت بجيب الماء والله من على المطبخ والله. جمع فطيرة. جمع فطيرة. افتراض. غلط. طائر. اسكت. وعشان لا انتوا انا هاخد باجابته فطائر صح يا يوسف. هتكمل الاربع اسئلة. ادي واحد. جمع ساعة. ساعة. مفرد ثواني. مفرد ثواني. جمع كرسي. كراسي. أضرب. أضرب. أربعة. عكس النار. مي. غلط. إيه. تكمل الأربعة بتوع. مالكش ثلاثة خلاص يعني أتع سؤالك ما كملش طالما غلط. غلطت في واحد تخرج على طول. تقول عكس. عكس النار. عكس النار. نار. ده مش سهل بس انا بدخلون. انا كم خسرت عشان ده انا مش سهل. ما تخشش بقى بولتك كل شوية. ما عارفش. خش. اسكت. رجعنا تاني. عكس النار. النار. عكس النار. مطفي. نهار. الجنة. يوه انت بتقول في النار والجنة. انا بتكلم في حاجة تانية. انا معرفش انت بتكلم في حاجة تانية. خليك ذكي. انهار. انهار. انهار دي تبقى خالتك. نار وانهار. نار وانهار وزيت حار ومنبار. طب والله انا بقول انت بتسألني سؤال تاني. خلاص بعد ثاني زمرك. طب ركز. كده هو اربعة. ايه. جمع ديل. ديول. مفرد أحصنة. صان. عكس قوي. ضعيف. عكس. عكس. عشان بجاوب هيديني تقيلة ما عرفش أقول. كمل. طيب عكس الكبير. مفرد كعوب. كعب. جمع لحد. الحد. لحد. ملحدين. لحد. الحد. لحود. 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 طب ماشي. هياخد هو اربعة وراك. ما تتسألني حاجات صعبة. ماشي انت ابني انت فسألت انا في التانكة. انت اكبر مني بثلاث سنين. السمكة. اه. كيف تستطيع ان تتنفس تحت الماء؟ انا دخشوم. ايه؟ عندها خشوم بتاع كده نشفة. خياشيم. خياشيم خياشيم. ما بعرفش. خياشيم. طب كيف تسبح السمكة في الماء؟ عندها ذاني. كرهت السمكة. كده اتنين. من ماذا يصنع الجبنة؟ الايه نوعها ايه؟ الريكفورد ولا الايه؟ اي نوع من انواع الجبنة اساسها ايه؟ من ماذا تصنع؟ معرفش. دي حاجة صعبة قوي. اكس. خش اربعة. سؤال تاني بقى غير سؤال. غير سؤال. طيب انت عرفت جبت السؤال ايه الاول؟ اي جبنة بتتصنع من اللبن؟ لا اقسم بالله كنت بقول له بتتصنع من اللبن. لا بعد كده ما تقولوش وفر الاجابة لنفسك. لبن. لا
عمري ما شفتها. شكرا. هما مش بيحلبوا الجبل من الجاموسه ويقعدوا جبنا قريش، جبنا قريش ويطلعوا زبده ويطلعوا قشطه. ده انت، ده انت عيل سعلوك. جمع سعلوك ايه؟ جمع سعلوك ايه؟ مفرد. مفرد ابقار. طيب جمع دابه. دبات. اكسى. ايه دابه؟ دواب. جواب. يا احسن دوت، احسن خد دوت بابا. انا احسن دوت لسمير. سمير بص بيخلط في اتنين بغلط بس. طب يلا اسالني الاربعه بطول يا بابا. طيب جمع عرف. جمع عرف. اعراف. اعراف مظبوط. امال انا ما كنت بقول حاجه زي كده؟ لا قول الصح وانا بقولك على حاجه صح غلط. يعني عرف الدين. والله انا ما توقعت انه يوصل لها. وعندهم عرف بقول اعراف كتير. طيب جمع رقبه. جمع رقبه. ارقاب. اتبع عليا رقبات. رقاب. رقاب. طب اللي كده نبدا بمين فيكم؟ بيك انت. ماشي. مفرد حويصلات. جمع قارورة. قارورات. اكس. والله قارورات. قارورة ماء. قارورات. قوارير. والله العظيم في اللغة العربية بيقولوا عليها قارورات. لا والله قوارير. ده في القرآن قوارير. ما فيهاش كلام. طب اديك قلت القران. انا كان اللغه العربيه مشتقه من طالعه من القران. بس يلا اسالنا. انا ماني بقى. انا توقفتني ليه؟ اهو تعالى ما وقفتكش. انا هو افكار وكلاب. لا والله ده انا جيت له في رقبه قال لي رقاب. ما هو جاي في حاجات برضو جامده. ده هو برضو شغال اهو. مش كفايه انا برد على الاسئله دي اصلا معرفهاش. طيب هنخش جمع جفن. فين غلط. جفون. جفون. اسألنا بقى. هخش عندك. مفرد. مفرد. نمارق. نمارق. نمرق. ايوه يا نمرق. نمرق عادي. اكس. انا بتلخبط في سيكا المره اللي فاتت. قلت لي اكس. لا ماليش دعوه. ماليش دعوه. صح صح عليك يا بابا. مفرد قنافذ. قنفذ. جمع اصله. اصلات. او اصل. اصل قولوا عليها الاثنين. اصلات. اصل هي الاصل بتاع اللغه العربيه. اصل مفرد أزهار. أنا بس البابا في الواحد. جمع عود. أعواد. بابا جمع بروفين. نعم. جمع بروفين. طب جمع بروزولين. أبطال. إيه؟ لا حبيبي خلاص مفيش. انت داخل لي عند الاجزخانه كده. اخرج من الاجزخانه. طب جمع دكتارين. قالوا لي خرجنا من الاجزخانه. ايه ماشي يا اجزخانه. ماشي يا اجزخانه. طيب ركز معايا في دي. ايه انا اللي هقوله لكم وانتوا تقولوا لي فرعه ايه. فرع الـ الام. لا فروع الام بتاعته جايه منين؟ زي نحاس. معدن. كل معدن. مش جمعها ما. يعني انت نحاس اصولها جايه منين دي؟ معادن. معادن. شجرتها ايه؟ عصفور. طيور. طيور. زواحف. زواحف. ايوه اسماء. بحر. مش تعبان. بحر اسماء مثلا. اسماك بحار.
خلاص بابا دي مش حلوه الاولانيه دي حلوه. ما انا مش هفضل اعيش على سؤال واحد، لازم نغير كل فتره. روح شوف. استنى على ما يروح كل واحد. طيب يلا نبدا نقول جديد. هنقول كل حاجه وتجيب لي الاساس والجذور بتاعتها. أربعة. ولما يجي اخوك اصبر يا سمير. انا أربعة وانت أربعة. سنة كل حاجة هذكر اسمها تقولوا لي هي جاية منين. بس ده واحد بس هو اللي يقول لي. جودة حشرات. انا هفضل اسأل واللي يجاوب هفضل معاه، اللي يخسر اخش على اللي بعده، اللي يخسر اخش على اللي بعده، اللي يخسر اخش على اللي بعده. اللي بيكسب يكمل. مين بقى الاول؟ مين اللي اول فيكم؟ لحد بعدي مش معنى في دي رضيت يا ابو يا ابو يا ابو انا انا انت بس اسالني يلا يلا نبدا. انا ما خدتهاش على فكره، انا ذكي فيها وانا مش هلعبها لك طالما انت ذكي. طيب نبدا. الميه مالها؟ ما بتيجي منين الميه؟ من البحار. غلط كمل معايا. ميه بالايه؟ ميه من ايه؟ كمل معايا. اول ما يخلق او نحاس. ميه من النحاس. النحاس ده سؤال تاني. ما افتكرتك غلط. نحاس. نحاس. نحاس جميل. والله لو قلت لي من الجبل هقول لك ماشي. جبل؟ من الجبل؟ من الجبل ماشي. يلا. ما هو معادن بتجي من الجبال. مشيها. فحم. ماشي. ايه ماشي. فحم بيجي منين؟ سيبوني افكر بقى وانا مش الاول بقول. معادن. ملوش لازمة. أشجار. كلامه صح. أيوه الفحم أشجار عشان بيجي خشب نقطعه ومش عارف بيعملوا إيه عشان يكونوا أسود ونبدأ للناس يحطوه على النار لحد ما يقرب الشرب بعدين بيشيلوه بيبقوا صح. لا أنا كده أنا كده قدامي من لسه ياما. ها أنا لسه فاتح. لما أصحى لما أخسر أدخل لسامي. كمل. طيب قوم أشوف الواد يوم حرام. أنا فاكر كل ده في الأوضة مش هيبان. كمل. القطط. القطط جاية منين؟ من عند ربنا. صريح. من عند ربنا. والقطط أنا اللي صنعتها ولا أنا اللي اخترعتها ولا أنا خلقتها؟ ربنا هو اللي خلقها. صح. يا عم هو شايف انها جايه من عند ربنا كلامه صح. ايوه القطط جايه من عند ربنا على فكره. ده راجل كله حكم. حكم واحكام. ده كله حكم. الجبل. طيب العصفور جاي منين؟ من الطيور. هو جاي من عند الطيور. ماشي. بس اساس الطيور من عند ربنا. برضه. ايوه. طب الحلوف. جاي منين؟ من الغبي. غلط. غبي؟ ايه الغبي ده؟ خش والله لا. خلاص حلوف. حلوف ده انسان حلوف ولا حيوان اسمه حلوف؟ استنى بس ده بيسال سؤال مهم جدا. ده حيوان اسمه حلوف. ما اعرفش. انا مش فاكر صراحه. ما اعرفش. ما اعرفش حلوف ده. حلوف ده انت تعرف البني ادم الحلوف؟ من ذو القوارض. ما اعرفش. حيوان من ذو الحوافر. ايوه. خش عليا بقى. خش عليك انت بقى. ايوه. من ذو الحوافر. كلب البحر. كلب البحر سليات. كل أقرب. طيب عنكبوت. شراط. تمن أرجل. تسوي حاجات سحرة بموت. موت يا بونا. انت مفروض تلاقي حاجات. خفاش. خفاش سليات. سلاحف. سمكة.
بابا لا ده حاجات سهله قوي المفروض تسالها. طب تمام. القصدير. طيب ذهب. عادي. رخام. طيب المرجان. اعشاب. مش اعشاب، نباتات. المرجان يا بابا الاول كان بيبقى نباتات في الميه بعدين بيتحجر. صح. ايه بقى نباتات مش البحر والمحيطات. ماشي. كمل بقى. هتعيط يا يوسف. شبه الجزيرة. كل الحيوانات ومعادن وطيور والكلام ده، انت بتقول منطقة. اذكر لي تعريف شبه الجزيرة. احنا بتعريف ولا ايوه؟ حل دماغك مصحصحة ومتنوعة كده. ما رحتهاش قبل كده. عشان ما اعرفهاش بقى، لو رحتها اقول لك. شو غيرك؟ لو رحت اول خسران. ما انا برضه هتلخبط. ايه يا بابا؟ لو رحت هتلخبط في حاجه زي كده كنت خسران. بابا كان عمال يعدينا بتقول اخش عليك انا اكمل انت؟ طب استنى نكمل معاه هو. ماشي. استنى بقى دهب وحاجات. اذكر لي وصف الجزيره. انا قلت له هو شبه الجزيره، انت الجزيره بقى. استنى بقى ثواني. الجزيره جايه منين اصلا؟ بيبقى شكلها ايه؟ وصفها ايه؟ وصفها زرع. زرع. ما كنت تقولي وصفها زرع. زرع بس؟ زرع و استنى بقى اقول زرع و يعني في ايه اللي جواها بالظبط؟ زرع وكل انواع الزرع والزرع والزرع. عليا بقى يا بابا. خش يابا. ما تلخبطش عشان بقول. اقول لك انت تعال عرفنا قصتك انت. الزرع في الزرع. وطينه. وطينه ماشي. الجزيره بقى دي ايه؟ الجزيره الاول. الجزيره. انا ما اعرفش شبه الجزيره، عارف الجزيره. ايه الجزيره؟ الجزيره دي بتكون جزيره صغيره كده بتكون في البحار او في النيل. انا بحكي غلط. اسمع بقى. وبتكون الجزيره دي بيكون فيها نباتات وبيكون الاكل عندها وبيكون عايش فيها بيكون عايش فيها مثلا عنكبوت. وعليها ناس بيصطادوا اسماك وفي بيوت وثعلب. وثعلب ايوه. ده والثعلب وصل ازاي بقى؟ ما عشان دي اماكن زراعه وكلام من ده فعادي بيعيش فيها. ماشي يا ربنا بيوقعوك من السماوية ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي بيجيبه؟ ولا ركب سفينة وقدس وراح هنا وزق السفينة؟ بص كل واحد فيكم بيلف حوالين الإجابة وما بيقولهاش. ما الجزيرة دي بتبقى بقى لها مش عارف كام مليون سنة ولا ايه؟ وأكيد أنت عارف دي بتيجي فيها وبتعيش فيها وبتولد فيها. لا بص بس عشان ما تقولش. كان في جزيرة أمور كانت بقى لها مليون سنة وما تهددش منها وقعت. الجزيرة لو مليون سنة مليون سنة كان أصلا الدنفرات دي ما اتخلقتش أصلا، ولا عصر الفراعنة ما كانش موجود، كان أصلا ما فيش حاجة اسمها أي حاجة في الكوكب. اللي هو إيه بالظبط؟ يعني الكوكب فاضي. اللي هو لو حصل إيه؟ طب أنا مش فاهم. معرفش. يعني إيه؟ مليون سنة. مليون سنة. مليون سنة. يا عم بقى يلا. مليون سنة. 100 سنة. 100 سنة. كمل معايا يلا. فكك من شبه الجزيرة والجزيرة والخرتيت، ما رحتهاش. لما أروح أبقى أقول لك. كمل. طب مش عايزين تعرفوا ايه الجزيره طيب؟ لا عشان هنفتح. وفيها جاموس وحمير وقطط وكلاب. وفيها خفافيش وفيها بوب وغربال وابو قرنان وسقور. وسقور. حدايه. وحدايه. وفي هناك ناس بيربوا خنازير. وهدهد. وهدهد. وعصافير بلدي. وعصافير بلدي. وايه تاني؟ وخفاش. وخفاش. يلا بقى كمل بقى. خلاص بقى. ايه بقى الجزيره؟ ايه الجزيره؟ كتير قوي. طب سيبونا اقول بقى حاجه بقى، ده انتوا زهقتوني. قول. الجزيره هي ارض بيحوطها الماء من كل اتجاه. انت قلت كده؟ انا قلت في النيل او في البحار.
بيعمل اللي بتعمل ايه امها في النيل ولا في البحار؟ بنوها وقعدوا يعيشوا فيها. هما مين اللي بنوها دي؟ بتطلع من عند ربنا يا عم. عبد الحليم حافظ بناها. بلا جزيره؟ في الاغنيه؟ الجزيره دي ولدت وجابت جزائر تانيه. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ عمل ايه؟ جزيرة دي ولدت وعيالها طلعوا كبروا في الثانية. وبيولدوا دلوقتي جزر صغننة. وبيسموها برضو مواليد وبتاع. بابا انا اعرف واحدة انا عارف اسمها وديت الام مش الاب. الاب اكبر واكبر. اب ايه وام ايه؟ حليم حافظ ما بناش واحد بنا كتير. اب والام ديت الايه؟ الام اللي بتولد. اقول لك بقى انه الام وانا روحتها لك بتاعت صح. دي الام. دي الام. ما الذكر اكبر منها ما شوفش اصلا احنا. هي قد النيل بالظبط. وحتى مش تفحش. احنا ناكل وبعد كده بنشوف قصتكم. ناكل ايه؟ اللي امك عملته بقى ايا كان. ولا ما ناكلش؟ لا ايه؟ انا ناكل جاي. طب دي فكره كويسه عشان تعرف بقى تسمعلي كرست الانجليزي بتاعت الواجب كلها يا زميلي. تمام. انت فكرك انا نسيت؟ انا فكرك على كل الكلام ده نسيت صح؟ هلي يا مولين في الانجليزي. بتقول بصراحه ايه؟ اللي هي اللي يا مولي اللي في الانجليزي. اللي يا مولي اللي في الانجليزي. طب وبعدين يعني انت كل دوت عارف؟ فاكر ان انا نسيت؟ اتاري ان انا لسه فاكر. نسيت ومش هاخد حاجه اصلا تاني ونسيت ومش هشوف الكتب ندخل على السفره وناكل وانا من غير ما تشوفني هدخل كتب ولو قلت لي فين الكتب اقول لك كتب يا بابا ده احنا خلصنا الباب وتريحني تاخدني على قد حالي. فاكرك انت لسه فاكر يا بابا. معلش يا بابا. معلش يا يوسف معلش لازم نراجع يا حبيبي صراحة. انا هل يا منين زي ما قلت مش هقولها تاني بالانجليزي بالعربي. طيب خلاص وانا كمان. ايه ده انت بتلحق انت كمان قبل ما افشك؟ استنى انا ايوه تعالى تعالى تمني تمني في الانجليزي. يعني برفع فيه شويه برفع. قفشتك انت كمان تعالى برفع. بابا اهو عشان ما تسالنيش شايف ده ما خدتش فيه ولا شرطه كده عشان ايه ده؟ ما تسالنيش في الكتاب الانجليزي الترم التاني ما خدتش فيه ولا شرطه عشان لو قلت لي ايه ده اقول لك انا اصلا ما خدتوش وانا اصلا اعرفه ده لسه ما اكتشفتوش حتى. عاد بقى النص الاولاني عشان خاطر اراجع لك فيه هو كمان. الانجليزي اللي هو الترم الاولاني. الترم زمان. الترم؟ زمان. الترم؟ مش الترم يا ابني؟ وانا كمان الكتب القديمه ترم. وانت كمان بتاعك المايل فاكر بتاع النص الاولاني؟ انا مايل مش كنا يا بابا امالين النهارده ريتاج بابا. انت عم انت عمتي واحنا رايحين وانت مش شايفين صراحه. خدنا الكتابين انا خدت الكتابين كتابين الانجليزي والعربي بتاعنا موجود مالي الانجليزي خدت كل الياسين. ياسين عشان يذاكر فيه وانا شاطر. وانت منعك قد تحضر البيس؟ لا يا ابني لا كتاب العربي العربي بتاعك والعربي بتاعك طالعين البيس الانجليزي بتاعك ديك اللي بتاج انا بتاع يعني لا عربي ولا انجليزي؟ لا ولا عربي انا معايا عربي انا الانجليزي بتاعك قطعت البيس. ايوه وانا الانجليزي بتاعك اديته للياسين والعربي لا ده والنبي يا لام شوفي لي خرزانه شوفي لي فلكه العربي. انا هنزل اصنع لكم فلكه يا ولاد الكلب عارف هتعرفوها اول ما اخلصها. خد كتبك واجري انا جاي. ولا جاي انا قصايه وفيها حبل وفيها مسطره. طب ننزل بيها على راسنا. لا دي حاجه احلى من كده بكتير. خرزانه وفيها حبل اما شوفوها يا حلها ربنا. سلام.